دي المفروض يقوموا. فحمدي راح قاعد يبص كده قلت له براحتك ما وراناش حاجه. قولها حلو لان في ناس كتير قوي خد ممثل اول جامعه من جمله من جمله كذب كل ده طبعا ماشي بس انا بقوله له. قاعد يبص كتير قوي بعدين راح قال ايه هيا واستنى شويه انهضوا ماشي قعد كل ده. فطبعا دي مصيبه احنا سقطنا كده رحنا في 60 ده. فسامح حسين عايز يشيلها بس خايف الواد يزعل ويمشي وهو ده النجم بالنسبه لنا. فقال له حمدي انت عينيك فيها من احمد زكي يا نهار اسود والله لا شوف الكذب البين. وكان بيتكلم بجد يعني؟ لا بيهرج طبعا بس عشان مش عارف يقول له هنشيل الجمله ازاي. فبيفرش له. فقال له انت عينيك دي فيها من احمد زكي فخسارة. لو ما نقولهاش وتقولها بعينيه. ايوه يعني فاهم. وحمدي صدق. حمدي قال له اعمل لهم كده هيمشوا ماشي. قال له ايوه بص بتعملها حلو ازاي ده من احمد زكي بالظبط. فحمدي بقى دوره كله في مساعده كده.